ليه كده؟ ده أول خطوة في الأوفر ثينكينج. ليه كده؟ ده أول حباية في السبحة بتاعت التفكير اللي مش هيقف. الناس اللي بتقرر تنعزل وتبعد عن اللي أذاها هي بتقرر ده وتبعد جسديا، وبيسموه البعد الجسدي المادي. بعد ولسه عمال يفكر في اللي أذاه، ويجي الأوفر ثينكينج كأنها سبحة بتتفرط من سؤال لعين اسمه ليه كده؟ ليه كده؟ ده سؤال مهلك، مستهلك، مميت. ليه كده؟ سؤال بيسأله لنفسه اللي تعبان من شقى يوم طويل ورغم كده مش قادر ينام. ليه كده؟ العنوان اللي بيتكتب قدام عينيكي وانت بتغمضيها بعد يوم شاق ومش عارفة تنامي. ليه كده؟ ليه بعد ما وقفت وسندت ودعمت وأمنت واديت يتعمل فيا كده؟ ليه كده؟ ده أول خطوة في الأوفر ثينكينج. ليه كده؟ ده أول حباية في السبحة بتاعت التفكير اللي مش هيقف. ناس كتير بتنام 8 و9 و10 ساعات، تصحى مهدودة كأنها ما نامتش، جسمه نام بس مخه ما وقفش، ما فصلش الفيشة، بدليل أنه لما صحي كان بيفكر تاني في نفس الموضوع اللي كان بيفكر فيه قبل ما ينام. ويمكن يكون لقاله حلول، ويمكن يكون قام وكتب المسج وبعتها. ده أول ما صحي، معناه أنه مخه ما نامش. وياما ناس بتنام وتقوم ومخها ما فصلش وعقلها لسه شغال بالمشكله، واول ما يقوم يقرر يحل المشكله فبيحلها بمشكله اكبر لانه غير مستقر. تلاقي الشخص اللي بيعاني من متلازمه ليه كده؟ ليه يحصل فيا كده؟ ليه انا يحصل لي كده؟ ليه من دول يعملوا معايا كده؟ ايوه العيب مش فيك، في اللي اذاك. ده شخصيه مريضه اللي اذتك. بس انت ما تعرفيش الاذى ده كان بالنسبه له ايه؟ ممكن يكون كان بالنسبه له اختزل حياته فيه، ممكن يكون كان بالنسبه له اهم حاجه في حياته. بس يبقى هي الغلطه هنا، حضرتك حطيت ايدك عليه.